ازيكم بنوتات، عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده بصوا المنظر ده، يعني اللي انتوا شايفينه ده. طبعا يعني انا اسفه على المنظر الفظيع دوت، بس يعني حبيت اجرب لكم النهارده منتج او اعمل لكم ريفيو عن حاجه يبقى قدامكم، يبقى من غير اي ميك اب، لان هو شرط البشره مغسوله كويس ومش محطوط فيها اي ميك اب. ريفيو النهارده يا بنات عن البيكنج باودر، سكراب بيكنج باودر. فانا حبيت اجربه قدامكم على بشرتي عشان اللي عايزه تشتريه او تعرفي بيتعمل بيه او كده. فالبيكنج باودر دوت عباره عن سكراب بالمنظر دوت، كوري مش ولا كلمه عربي ولا حتى انجليزي، يعني من ايتود هاوس. تمام، هنجربه دلوقتي مع بعض. انا طبعا غاسله بشرتي كويس بالغسول، كل اللي هحتاج ان انا اعمله بس ان انا هرجع بس ابلها كده بميه، حاجات بسيطه. هي المفروض تبقى البشره مندية. تمام، وهفتحه معاكم. مش عارفة هو ليه متهيألي حاجة بيتفتح منها، انا جربته قبل كده بس انا حابة ان انا اجربه معاكم عشان ايه، يبقى حاجة قدام عينيكم. اه ليه، بصوا زي حاجة كده صغننة. تمام، بفتح منه حاجة صغيرة. دي بتكفي يا بنات من 3 لـ4 مرات او 5 كمان على حسب استخدامك. هنبهدل الدنيا وكده بس يعني معلش. فبصوا هناخد منه حاجة صغننة خالص كده الأول، ونبدأ نفرشه على ال أو نحطه على البشرة. تمام، تمام، وإيدينا مندية كده مية، وحركات دائرية كده يا بنات. بصوا بقى يعني بيتقال فيه شعر، انا جربته طبعا اكتر من مرة قبل كده وبعمله على طول، بس بعمله مرة واحدة في الاسبوع. فدي كانت المفروض النهاردة هعمله، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. ولو حد عايز يشتريه او يجربه ياه، يبقى يعني قدامه في الريفيو. طبعا بخنف في ناحية المناخير بس يعني معلش. تمام، بس ايه رأيكم في القمطة؟ لا بجد ايه رأيكم؟ بصوا بحركات دائرية كده. تمام، كل ما تحسي ان ايدك نشفت مثلا ممكن ايه تبليها حاجة صغيرة. بصوا بيحرق على البشرة خلاص. ريحته مش وحشة، ومش برفان مثلا او فيه حاجة كده، لأ. تمام، هو المفروض ان هو بينظف البشرة كويس جدا، بيشيلك الرؤوس البيضاء او الرؤوس السوداء اللي بتبقى هنا او هنا او هنا. ف بيفضل تعملي كده سكراب بيه على كل بشرتك كده كويس قوي، وكمان على الحتة اللي بتبقى فيها الدهون هنا وهنا. تمام، تعملي سكراب بتاع من 2 لـ3 على حسب ما تستحملي. اها، في كل حتة. تمام، لا بس بجد انا عاجباني القمطة دي. بس ما كنتش هعرف اعمل حاجة زي كده وشعر يبقى نازل والكلام ده كله، عشان تاخدوا ايه ريفيو مظبوط وقدامكم. هفضل اعمل فيه كده يا بنات، وبعد كده هغسله واوريكم بشرتي من بعد ما انا غسلت بشرتي وطبعا فكيت اللي انا كنت عاملاه دوت. المهم بصوا قرب كده من الكاميرا، بصوا بصوا يعني احساس النظافة والبياض والنعومة اللي هو مديها. بصوا بصوا مفيش اي حاجة خالص في المناخير خالص، وهنا بيشيل كل حاجة في البشرة، بيشيل كل حاجة. الاختراع ده يا بنات حلو قوي قوي قوي، بيكنج باودر. انصح اي حد عايز يجربه يجربه يعني، وبشدة اختراع تحفة. ديت يا بنات ب25 جنيه،
مفعولها حلو جدا جدا جدا، بتنظف البشره قوي. الحاجه الوحيده اللي هتبقى مختلفه على حسب نوع البشره هو الترطيب. لو انت بشرتك جافه هترطبي بسيرم، بعد كده ترطبي بكريم مرطب قوي جدا عشان هو شويه هينشف البشره، تمام. لو انت بشرتك دهنيه هترطبي باي كريم للبشره الدهنيه بتاعته، وهكذا البشرة المختلطة وهكذا البشرة الحساسة او كده. بس يا بنات، فده كان ريفيو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكو. هيظهر هنا كده قدامي كلمة اشتراك او سبسكرايب، دوسي عليها ودوسي على علامة الجرس اللي هتظهر جنبيها عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله، وكمان لايك كتير للفيديو دوت، وتشيري الفيديو ده مع كل اصحابك، واشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.